وتزامناً مع احتفالات الوطن بموسم الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، أقيمت في مختلف كنائس المملكة قداديس إلهية، رفعت فيها الصلوات والطلبات بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع. المزيد في سياق هذا التقرير. تعيد ليست الكنيسة فقط بل جميع البشرية بحدث إلهي وسماوي عجيب وباهر غريب ومدهش، ألا وهو حدث زيارة السلام وتدخل الله الشافي في حياة الإنسان. فبهذه المناسبة التي لها مكانة في قلوب الجميع، احتفلت الكنائس في الأردن بقداديس إلهية ليلة عيد الميلاد المجيد. ففي كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة صويفية، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن قداس عشية عيد الميلاد بمعاونة كاهن الرعية الأب أنطون هريمات بحضور جموع من المؤمنين. وفي عظة القداس تأمل سيادته بحدث العيد المجيد واتضاع مخلص البشرية في ارتضائه بأن يولد في مذود بسيط، وحث الشوملي المؤمنين على عيش حياة التواضع والبساطة لنجعل من السيد المسيح قدوة لنا في حياتنا. ليتهلل القديس لأنه قريب من الظفر، وليفرح الخاطئ لأنه مدعو إلى الغفران. إخوتي وأخواتي، اليوم السماء مفتوحة في الاتجاهين، للإنسان الذي يطلب وللرب الذي يستجيب. فلا تكسلوا في الطلب، فلا يبخل الله عليكم في الجواب. وفي كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس بالعاصمة عمان أقيم قداس عشية عيد الميلاد، ترأسه نيافة الحبر الجليل مار كبرئيل دحو النائب البطريركي في الأردن والقدس وسائر الديار المقدسة. عونه بالذبيحة الإلهية الأب الربان بنيامين شمعون بحضور الشمامسة والشماسات ورئيس وأعضاء الجمعية السريانية الخيرية وجموع من أبناء الكنيسة. وفي عظته هنأ سيادته الجموع بمناسبة العيد المجيد الذي فيه تجسد الكلمة وحل بيننا، متمنيا للجميع عيدا مباركا وعاما جديدا مليئا بالخير والبركة والمسرات. وفي كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي، احتفل أبناء الرعية السريانية الكاثوليكية بقداس عشية عيد الميلاد المجيد، ترأسه الأب فراس دردر بمعاونة الشمامسة وبحضور جموع من أبناء الرعية. وفي تقليد سنوي قام الأب دردر مع جموع المحتفلين بإشعال النار في باحة الكنيسة، من ثم رفعت الذبيحة الإلهية والطلبات بشفاعة طفل المغارة على نية أبناء الرعية المهجرين من الحروب والنزاعات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. أما عظة الأب دردر فكانت نسيجاً من التعزيات المليئة بالمحبة، حين قال لهم أن السيد المسيح حين ولد كان طفلاً مهجراً، فلا تحزنوا ولا يكون لكم ضيق، فثقوا أنه عندما نضع رجاءنا في المخلص الأعظم يزول ويتبدد كل ضيق وألم.
وتمنى الأب دردر في نهاية العظة بأن يحمل العام الجديد السلام والاستقرار للجميع. لوجدنا أنفسنا نحن نعيش الميلاد الحقيقي مع يسوع الذي تجسد لأجل خلاصنا في أجواء الاستقواء على الضعفاء في الغابة. هكذا هي أصبحت حياة الناس لعبة في أفكار وعقول السياسيين حول العالم. أصبح الإنسان مجرد سلعة استهلاك، وهذه هي الكارثة الكبرى، مع أن الرب يسوع المسيح جاء وتجسد حتى يرفع الإنسان عالياً، ولكن هنالك التجار الذين لا ينتمون للإنسانية بشيء، أنهم تجار النفوس، أنهم تجار زرع الفتنة والحقد والكراهية بين الشعوب، أنهم رابحون فقط في هذه التجارة السوداء. ندعوهم أن تتحرك ضمائرهم في هذا اليوم المبارك في الميلاد المقدس، لحتى يلتمسوا من طفل المغارة نعمة السلام، نعمة الوئام، نعمة المحبة، فتتغير هذه القلوب، قلوبهم السوداء إلى قلوب بيضاء، لأن المسيح جاء حتى يخلص العالم أجمع. وانتقالاً للرعية الكلدانية في الأردن، احتفل أبناؤها من مقيمين ولاجئين بليلة عيد الميلاد المجيد بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكين الكاثوليك. ترأس الصلاة قدس الأب زيد حبابة بحضور أكثر من 1000 شخص. خدم القداس شمامسة الرعية وجوقها الموحد، هذا وقد رفعت الصلاة في القداس لأجل الكنيسة ومؤمنيها ونية السلام في العراق، ولأجل راحة شهداء الوطن والجرحى، ومن أجل الأردن ملكا وحكومة وشعبا، ليبقى بلدا آمنا وسالما. ففي غمرة هذه الصلوات والابتهالات والطلبات، نطلب من طفل المغارة المولود في بيت لحم أن يمنح عالمنا السلام والطمأنينة، ويكون هو رأس العام الجديد في حياتنا وخطواتنا، وأن يقبل ويستجيب لكل طلباتنا.